فوز، وفوز ان شاء الله بيقرب النادي الاهلي لبطوله الدوري باذن الله. النهارده الهدف اللي هو من الدقيقه من 75 ل 90 ده الهدف ال 13 للنادي الاهلي في الربع ساعه الاخيره، فدي شخصيه بطل دايما. النادي الاهلي دايما بيجيب في اخر ربع ساعه الاهداف، ده فريق بيدل ان ده يعني الحمد لله فريق عنده شخصيه البطل. طيب خلينا بقى نروح لاهم الارقام والاحصاءات اللي موجوده عندنا النهارده للاعبي النادي الاهلي. خلينا نتكلم عن الافضل الاول من وجهه، او مش من وجهه نظرك، من الارقام بتقول ايه؟ طبعا يعني افضل لاعب هو صالح جمعه في المباراه بالارقام. صالح جمعه في 7 حاجات عامل فيهم الاكثر. يعني صالح جمعه طبعا لعب 90 دقيقه، اتسبب في هدف. اكتر من لمس الكوره في الملعب صالح جمعه 130 مره. لمس الكوره 130 مره، رقم كبير جدا، ده لعيبه اوروبا اللي بتعمل الارقام دي. يعني 130 مره، 130 مره يعدي ال 100 مره ده ما بتحصلش. يعني الهيت ماب بتاعه او الخريطه الحراريه بتاعته هتلاقيها حمراء، اتحرقت من كتر التحركات ما شاء الله. تاني حاجه ان هو اكتر من صنع فرص لزملائه صنع 4 فرص. تالت اكتر من قام بتمريرات طوليه 25 لونج باص. صالح جمعه مسته في الرؤيه، مسته ان هو بيوصل زمايله للمرمى. تمريرات طوليه كتير قوي، عامل 25 تمرير طولي بنسبه دقه 56%. يعني عامل 25 تمريره طوليه 14 منهم صح. بيوصل زمايله للمرمى بصوره ممتازه. اخر عنقود مدرسه الموهوبين صالح جمعه للامانه. بنص فورمته البدنيه لسه، او بتلات ارباع فورمته البدنيه لسه ما اكتملتش الفورمه البدنيه وعامل الارقام دي. اكتر من قام بتمريرات قصيره 75 تمريره قصيره بنسبه دقه 91%. اكتر من قام بعرضيات عامل 9 عرضيات. اكتر من حصل على اخطاء عامل 4 اخطاء، يعني هو اخد 4 اخطاء من المنافس. قطع الكوره 7 مرات. صالح جمعه الناس كانت دايما بتقول ان هو بدنيا مثلا، لا النهارده واضح ان هو لما يقطع الكوره 7 مرات رقم مميز قوي. يعني عنده كمان التاكلنج، يمكن هو عامل منهم 2 تاكلنج صحيح. صالح جمعه تاني اكتر لاعب في الاهلي عامل مراوغات ناجحه بعد رمضان صبحي. عامل 3 مراوغات ناجحه. عامل محاوله على المرمى اللي هي جت في القائم الضربه الثابته. فالارقام كلها بتاكد ان صالح جمعه رجل المباراه زي ما قلنا. 7 حاجات هو الاكثر فيها، اكثر من لمس الكوره، اكتر من عمل تمريرات طوليه لونج باص للقدام، اكتر من عمل تمريرات قصيره، اكتر واحد حصل على الاخطاء، اكتر واحد صنع فرص، اكتر واحد عمل عرضيات. صالح جمعه كمان تاني اكتر لاعب عمل مراوغات ناجحه، وبالتاكيد عوده صالح جمعه مكسب كبير جدا جدا للنادي الاهلي في المباريات الاخيره. واعتقد ان هو بالمستوى ده هيبقى منتخب مصر محتاج لاعب زي صالح جمعه. مظبوط، خاصة ان خفير اجيري بيلعب 4-3-3، فمحتاج الاثنين اللي قدام دول مساندين، اللي هو اللي في الثلاثة الارتكاز، الاثنين المساندين دول. واحد زي صالح جمعة بصراحة احسن لاعب عنده رؤية في مصر، بيشوف زمايله بصورة ممتازة، وبعدين بيلعب للكرة على طول دايما لقدام، دايما لقدام. اللعيب ده لعيب ان بوزيشن على طول، لعيب بيوصل زمايله للمرمى. عملة نادرة في الكرة المصرية اللي بيعمله صالح جمعة ده بصراحة. حتة التمرير الطولي بيوصل زمايله، محتاج بس ان هو يزود على نفسه لياقة بدنية، لياقة بدنية، ويكمل زي ما هو كده في الالتزام. مزبوط. اعتقد ان هو باذن الله هيكون واحد من الاسباب الرئيسية في نهاية الموسم اللي حصلت في فوز النادي الاهلي بالدوري. تمام، خلينا نروح